الاستسلام بيبقى قرار مريح لما بنتعب من التفكير والحسابات، فما بالك لو استسلمنا لحاجة جميلة. تحب الشهرة؟ أيوة، بس في وقت. لا ده لو أنا بعمل ريسيرش عنك طلع لي في آخر سنتين بس صحبت 3 ستات. في الأوقات دي بتتضايق من شهرتك ولا بتخاف عليها؟ هو احنا ابتدينا السيشن؟ لا خالص، بندردش. أنا اتعودت أعمل اللي أنا عايزه ووقت ما أنا عايزه. أنا هحصلهم. طب أنت ليه حاسس إنك محتاج لثيرابيست؟ حلم. حلم؟ حلم بيتكرر من وقت للتاني. مش انت بتقول انك مش فاكر حاجة عن علاقة مامتك وباباك وانت صغير؟ ولما تيجي تفتكر تتكلم عن الخناق؟ انت من جوه مش مرتاح، فكر في اللي مضايقك، اتكلم عنه. بحب واحدة ما ينفعش احبها. بس اللي خدتني دلوقتي ان انا مش لوحدي اللي حاسة كده. كل ما احس نفسي مش مستريح باخد القرار واقطع العلاقة. بس مش فاهمة ليه صح ان انا نبعد. لأي دماغك توديك لعلاقات ما ينفعش انها تكمل. مين القطة النينة دي؟ بقول لك ايه عليها؟ هو احنا ليه ما نرجعش لبعض تاني؟ البس هدومك وامشي. ما تهدي الفوليوم شويه. مشكله بس ان الناس لما بتبعد عن بعض بتنسى التفاصيل كلها. It's unfair. انا مبقاش عندي طاقه للكلام ده خلاص. انا اتاكدت ان قصتنا مش هتفضل كده وان انت هتبقى عايز تكمل. هاشم كل يوم بقول كفايه، وكل يوم بحس ان هي احسن حاجه حصلت لي في حياتي. بيني وبينك ايه؟ يا ريت تقولي عليه. هو انت بتعملي ايه هنا؟ برتب الكراكيب اللي جوه. شغل